بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم في المجمع الاستهلاكي التابع لشركه اسكندريه للمجمعات الاستهلاكيه، ويمكن بنستعرض معاكم جهود مديريه التموين والتجاره الداخليه لاستقبال فعاليات عيد الاضحى المبارك. يمكن كميه من اللحوم طرحينها بانواع واصناف مختلفه باسعار تنافسيه عن السوق. يمكن احنا طرحين اللحوم البلدي 285 جنيه، في لحوم ضاني مبرده ب 360 جنيه، في لحوم ضاني مجمده جايه من اوروجواي ب 335 جنيه، في لحوم من جيبوتي ب 335 جنيه، في لحوم هندي 220 جنيه، في الدواجن البيضة وزن الكيلو المحلي ب 100 جنيه، والمستورد البرازيلي ب 135 جنيه، بالإضافة إلى سلع كثيرة متواجدة: الرز، الزيت، السمنة، الدقيق، الصلصة، كل ما يحتاجه المواطن، وكمان بالإضافة إلى الخضر والفاكهة. وكل عام وأنتم بخير. حضرتك اللي أنا قلته دلوقتي، حضرتك كمواطن قارن باللي بره، هتلاقي يمكن تصل لأكثر من 30%. أسعار تنافسية وليست خصومات، مستمرة لحد ما تعدي مناسبة العيد، ومستمرة لحد ما الأسعار تتغير.